لا إعاقة مع الإرادة، فالإعاقة ليست نهاية الحياة. ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة احتفالية اليوم العالمي لمولد لويس برايل، مخترع طريقة الكتابة ببرايل، وذلك بحضور العديد من المسؤولين حول هذا الموضوع. هتدور حلقتنا النهاردة من حدث في مصر، تابعونا. النهارده في احتفالية اليوم العالمي لمولد لويس برايل، ومشرفنا الأستاذ الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا بحضرتك. عايزة أعرف من حضرتك نبذة عن الاحتفالية وأهدافها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل سنة وانتم طيبين بنسبة 2020، ربنا يجعله سنة سعيدة علينا جميعا وعلى بلدنا. احنا في بداية هذا العام بنحتفل كمجلس قومي للأشخاص الإعاقة للسنة الثانية بمولد لويس برايل، هذا الشخص الذي ابتكر طريقة للكتابة والقراءة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، واستفاد منها كل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على مستوى العالم. ده بيجي تزامنا مع الاحتفال الثاني اللي أعلنته الأمم المتحدة إن العالم كله يحيي هذه الاحتفالية في 4 يناير يوم مولده. تقديرا لهذا الرجل الفرنسي، لان من خلال ابتكاره لهذه الطريقه تمكن الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه من ان هم يوصلوا للتعليم، يوصلوا للمعرفه على مستوى العالم. وانا بتخيل لو لويس برايل اللي هو اتولد سنه 1809 عايش معانا دلوقتي، كان يشوف البدايه اللي ابتداها ازاي وصلت دلوقتي لبرامج ناطقه واجهزه وطباعه بشكل حديث، ومحاولة الحصول على المعلومة عن طريق الكمبيوتر والبرامج الكمبيوتر المختلفة. أعتقد هو هيشعر بالفخر أنه هو كان البداية وراء هذا. في ثلاث محاور النهاردة المؤتمر بيتكلم عنهم، حياتك ممكن تكلمني عنهم؟ إحنا حضرتك بنقول في الرسائل بتاعتنا النهاردة أن الحق لوصول المعلومة ده حق مكفول للجميع. احترام الاختلاف اللي بيننا ده مطلوب ان احنا ننميه ونوعيه. الحاجه الثالثه الحق في المعرفه وتيسير السبل الوصول ليها، ده واجب علينا كمجتمع ان احنا نديه لغيرنا اللي هم عايزين طريقه يحصلوا بيها على المعلومه او يعيشوا بيها او يتحركوا بيها مجتمع مختلفه عن الغير. فاحنا دلوقتي الطريقه زي برايل لاخواتنا ذوي الاعاقه البصريه او تقديم المعلومه او الدراسه ليهم على الكمبيوتر، ده طريقه يمكن مختلفه شويه عن بقيه المجموعه اللي بتقرا مباشره، ده لازم نوفرها لهم. دي سبل الوصول. ان احنا النهارده واحنا بنجي حفله زي النهارده واحتفاليه، حضرتك البرنامج مطبوع عادي كتكست ومطبعينه بطريقه برايل برضو، فده بنقول رسالة لازم نعمل حساب غيرنا المختلفين بطريقة أو بأخرى في طريقة وصولهم للمعلومة أو طريقة تحركهم. بنعمل الفترة الجاية يا فندم إن شاء الله بلدنا يعني تبقى أكثر رحابة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، ولأن لما يكون في سهولة للمواطنين يتحركوا في المجتمع هيوصلوا للتعليم، هيوصلوا لشغلهم، وبالتالي اللي كنا بنتكلم على الدمج هيوصلنا للتنمية، لأن كل ده بيسهم في تنمية بلدنا إن شاء الله.
دكتورة رانيا الوحش، مديرة التدريب والتطوير بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، أهلا بحضرتك. حضرتك النهاردة عملتي برزنتيشن هايلة، عايزة تلخيص للبرزنتيشن اللي حضرتك قدمتيها النهاردة. الحقيقة النهاردة احنا كنا بنتكلم على محورين، كنا بنتكلم الأول على الشق الأول بتاع التدريب وتنمية المهارات للأشخاص ذوي الإعاقة، وطبعا بالنسبة لاحتفالية اليوم ركزنا على الإعاقة البصرية. في كورسات كتيرة اتعملت على الأرض فعلا، والحقيقة احنا كان في توفير عالي جدا للإتاحة في الأكاديمية، لدرجة ان اشخاص ذوي الإعاقة كانوا دايما بيجوا يقولوا لنا احنا هنا بنحس ان احنا مش معاقين، ودي كان اكتر تعليق بيسعدنا احنا كمجموعة عمل في الأكاديمية الوطنية. الحقيقة الأكاديمية الوطنية طبعا دي مبادرة رئاسية، وبنعمل بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الشباب الخريجين وتطوير مهاراتهم علشان فرص أحسن لسوق العمل ودمجهم مع المجتمع. من ضمن الحاجات الأخرى اللي بتقوم بها الأكاديمية هي المسابقات اللي بتساعد على الابتكار، وأي تطبيق بيتم دعمه لما يكون بيسهل حياة الشخص ذوي الإعاقة، وده اوريدي عن طريق مبادرة تمكين، ودي يعني بتتعمل بقالها كذا سنة، والسنة دي وقت التقديم ليها دلوقتي. الناس لو حابة تقدم علشان نحسن أو نساعد زي الشعار بتاع اليوم، تمكين وإتاحة ودمج. فأنا شرفت جدا بوجودي النهاردة، وأتمنى أني أشوف يا رب كل ذوي الإعاقة موجودين عندنا في الأكاديمية، وبقول لهم أنه ممكن تتابعونا وتقدموا، وأن دي مبادرة ومجانية 100% وتابع وزارة الاتصالات. دلوقتي دايما بيبقى فيه في التدريب بيبقى له برامج والتطوير، ايه الجديد اللي وصلنا ليه النهارده ما كانش بيتعمل في الاكاديميه قبل كده من خلال الدورات ومن خلال التدريب؟ الحقيقه انه الاكاديميه نفسها كمكان متاح لكل ذوي الاعاقه، فهم عارفين يعني بيبقى في عندهم مشاكل معينه ان هم دايما بيحتاجوا لظل او شادو يكون معاهم في الاكاديميه، هم ما بيحتاجوش كده، لانه التصميم اصلا مصمم خصيصا ليهم، فهم بيحسوا ان هو ده الاكاديميه بتبقى زي بيتهم. يعني هم بيجوا طب ايه اخبار التدريبات الجديده، هتقدموا لنا ايه جديد؟ في طبعا زي ما حضرتك عارفه انه دلوقتي كل حاجه التكنولوجيا، احنا في ثوره تكنولوجيه، فالتكنولوجيا بتخش في كل حاجه، فاحنا بنحاول انه نساعدهم على انهم يشوفوا اي فرصه عمل، حتى لو حرفه مثلا. زي النهارده واحنا بنتكلم في كورس بتاع ازاي تعمل تصميم عن طريق الكمبيوتر وبعد كده تطبعه على الجلود، فده هيسهل لذوي الاعاقه، لانه التكنولوجيا بتتيح. زي ما اساتذه افاضل النهارده كانوا بيتكلموا في كلمتهم ازاي ان الاتاحه بالتكنولوجي بتسهل حاجات كتير. يعني احنا صحيح بنحتفر ببرايل، وزي كان الاخ الفاضل بيشبهه بالورقه والقلم للطالب العادي، هما بالنسبه لهم بقى التكنولوجي اللي ما اتعلمش مثلا حتى قرايه وكتابه، التكنولوجي بتسهل. دلوقتي كله بيدخل على التواصل الاجتماعي، كله بيدخل على يعني الاكاديميه بتقدم بروجرامات مختلفه عن اللي الجامعات بتقدمها، وخصوصا في مجال التكنولوجيا. بصي حضرتك احنا دلوقتي في عصر اللي هو تكامل، يعني انا مش بتكلم بس على الاكاديميه، ما انا بدرب في الاكاديميه بس مهما كان هيبقى عندي ساعه قصوى، لكن احنا بنشترك مع في بروتوكولات مع وزاره التربيه والتعليم، في بروتوكولات مع الازهر، في يعني التكامل ده هو اللي بيخليكي توصلي لاكبر عدد من المجتمع، وبنشتغل مع المجتمع المدني. ف بالعكس يعني انا مش شايفه انتوا مكملين لبعض، ده حقيقي. انا بشوف ان احنا بنكمل بعض، يمكن احنا متخصصين اكتر، والمكان نفسه اصلا اتعمل بتصميم
يعمل إتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، فده مسهل علينا الموضوع. يمكن إحنا زي ما كنت بتكلم في الكلمة بتاعتنا، قلنا إنه إحنا بنحاول كمان بالمشاركة مع الناس، مع مثلا مع الجامعات او كده، ان احنا مثلا نوفر طبعات برايل بما ان احنا تبع وزاره الاتصالات، نوفر اجهزه كمبيوتر في مراكز الشباب في المحافظات المختلفه. بنحاول ان احنا نعمل يعني نسهل الحياه لذوي الاعاقه، لذوي الاعاقه لو حابين ان هم ينضموا للتدريبات او كده في المحافظات، بتسهل لهم حياتهم جدا، وبتحسسهم لا انت مش محتاج حد جنبك سواء مبصر او بيسمع او كده ان هو يساعدك على ان انت توصل للمعرفه، لا انت ممكن بالتكنولوجيا المساعده باساليب الاتاحه دي انت تكون حاسس ان انت زيك زي اللي واقف جنبك ومبصر او اللي بيسمع او كده، فما فيش عندك مشكله. وهو ده يعني الحلم بقى، انه ان احنا نوصل لدمج كامل في المجتمع. شرفنا الفنان التشكيلي الأستاذ أحمد ناجي، مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف. منورنا يا فندم، وألف مبروك على المنصب الجديد. ممكن بقى تكلمني عن المنصب الجديد وأهميته لذوي الاحتياجات الخاصة؟ والله في البداية أنا بشكر حضرتك طبعاً. الحاجة التانية هو بالنسبة لإنشاء إدارة عامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، هي الفكرة كانت مقدمة إن لازم يكون في كل متحف قسم تربية متحفية، ويكون في فريق مدرب إزاي يتم التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، إزاي نشرح، إزاي نعمل ورش فنية، إزاي يبقى في موهوبين مننا كأشخاص ذوي إعاقة. احنا عايزين نربط المتحف بينك احنا كاشخاص ذوي اعاقه، نعلمهم يعني ايه اثار، وحكم ان انا واحد من المكفوفين فيمكن اشتغلت في ده، يمكن بشتغل في ده من 2005. انا اشتغلت 14 سنه في المتحف المصري، في البدايه كنت مرشد اثري للمكفوفين، بعد كده مسؤول العلاقات العامه والاعلام مدرسه الوعي الاثري للمكفوفين، ومن 6 شهور كنت في جاير أندرسون كرئيس القسم التعليم لذوي الإعاقة بالمتحف. فالتربية المتحفية شيء مهم جدا، أو حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا إحنا كأشخاص ذوي الإعاقة، والمتحف ما تقلش أهميته عن المسجد أو الكنيسة أو المعبد. المتحف ما بقاش مجرد مكان لعرض الأثار فقط، لا، المتحف بيشكل وجدان، بيرفع من قيمة البيئة المحيطة بيه. فهي دي فكرة عن الإدارة. أستاذ أحمد، إزاي يحصل التواصل ما بين المرشد وما بين الأشخاص اللي داخلين المتحف؟ في البداية المربي المتحفي بيبقى موجود يعني معين داخل المتحف، ازاي يقدر يوصل المعلومه، هو ده اللي بندربه عليها، لان توصيل المعلومه للكفيف غير الاصم غير الذهني، غير الكفيف والحركي الاثنين زي بعض، زيهم زي الاشخاص الغير معاقين، والاصم ممكن شويه، لكن بنستعين معانا بمترجمين اشاره بحيث ان هو يكون ناقل للمعلومه، اما الذهني فليهم تعامل مختلف. ومن داخل كل اعاقه او من داخل كل مرحله سنيه لكل اعاقه في تعامل، يعني التعامل مع الطفل الكفيف من سن 8 ل 16 غير من 16 ل 25 او ل 30 فما فوق، الوضع بيختلف
بس يعني ده التواصل بقى، ده اللي برضو بندرب عليه، ان احنا لازم نربط ما بين المتحف ومؤسسات سواء المدارس او مؤسسات المجتمع المدني سواء جمعيات أهلية أو مؤسسات أهلية. فده إن شاء الله هيبقى في الفترة اللي جاية في تدريب على ده. ده مش معناه إن يعني في متاحف أوريدي فيها تعامل مع المعاقين، يعني مثلا زي المتحف المصري، في مدرسة الوعي الأسري للمكفوفين، في متحف جاير أندرسون، في قسم تربية متحفية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي في أكتر من متحف، في متحف إسماعيلية. لكن إحنا عايزين نعمم التجربة دي على كل المتاحف إن شاء الله، وإحنا كلنا كفريق عمل إن شاء الله هنشتغل على ده في الفترة اللي جاية. معنا النهاردة مريم محسن من المكرمات من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا يا مريم ومنورانا. أنت النهاردة أبهرتينا بعزف مقطوعة رائعة للفنان الموسيقار عمر خيرت. عايزة أعرف منك الأول، أنت بدأتي إمتى تعزفي موسيقى؟ أنا بعزف بيانو من حوالي سنتين، يعني بشكل احترافي من حوالي سنتين، وبحب الموسيقى الكلاسيكية. وأنا حاسة أن عمر خيرت يعني مصري بس في كده طعم الموسيقى المصرية وفي نفس الوقت الكلاسيكية. عايز أعرف بقى إزاي تم تدريباتك، التحقتي بإيه، بدأتي إزاي؟ أنا بتدرب برايفت، في انا من بورسعيد اصلا، فمستر احمد جمال بشكره جدا، هو يعني اساس كل حاجه في البيانو انا فيها دلوقتي. وبدرس دراسات حره في كليه التربيه الموسيقيه مع دكتور وفاء جمعه، وفي نفس الوقت بدرس في يعني كشهاده معتمده يعني في العالم وكده. في سهوله في التدريبات يا مريم ولا انت بتجدي صعوبه؟ يعني هم مسهلين لك قصه التدريبات؟ لا، هي الفكره مش كده، هي الفكره انه انا يعني اكيد في حاجات بتبقى صعبه، مش كل الدنيا سهله، بس هم بيساعدوني وانا في نفس الوقت بحاول ان انا اخدها كتحديات او كده، في ان انا اقدر ان انا يعني اعمل مقطوعات صعبه او كده. يعني ايه اللي بتطالبي بيه علشان التدريبات تبقى سهله بالنسبه لك؟ انا بس بطالب انه كل الناس، اي تيتشر بيعلم موسيقى لطفل كفيف لازم يكون مهتم قوي ان هو ازاي يعلمه نوتة موسيقية برايل. فالبرايل مهمة جدا لاي معلم بيفكر انه يعلم طفل كفيف. والموضوع على فكرة مش صعب خالص، يعني اهم حاجة بس يكون في ارادة وتحدي وكده. لكن كل النوت الموسيقية بقت تبع نظام برايل؟ مش متوفرة، او برضو دي احد المطالب، ان تكون النوت الموسيقية كلها متوفرة بطريقة برايل، عشان لما احنا نحب ان احنا نعمل مقطوعة معينة ما نقعدش ان احنا نتعب عشان ندور عليها او كده. وفي حالة انها تبقى مش متوفرة ازاي بيحصل التدريب؟ هي النوت اصلا كده كده في حالة انها متوفرة بياخدوا بشكل سماعي، بس طبعا القراءة والكتابة كنوتة موسيقية مهمة جدا جدا بالنسبة لأي انسان بقى، يعني سواء كان كفيف او لا. ايه طموحاتك يا مريم في المستقبل ان شاء الله؟ نفسي اكون مذيعة عشان انا بحب الاعلام جدا، ونفسي اكون مؤلفة موسيقية ان شاء الله. Thank you.
منورانا النهارده الطالبه مريم النجدي في اخر سنه في كليه الالسن ومن ضمن المكرمات من المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه. اهلا يا حبيبتي والف مبروك. قولي لي بقى، انا سامعه انك عندك مواهب كتير قوي، احكي لي بقى عن كل المواهب اللي انت يعني بتحبيها وان انت ناويه ان شاء الله تعملي فيها مجهود الفتره الجايه. انا بلوجر على فيسبوك او اكتشلي على السوشيال ميديا، بقدم فيديوز للناس عن فكره التعايش مع الشخص الكفيف لان دي حاجه مهمه جدا، وكمان بعزف كمانجا وبغني بس، يعني دي اكتر حاجات اللي بعملها. دلوقتي التكنولوجيا سهلت لك القصه يا مريم ولا لسه في صعوبات؟ يعني بشكل اكاديميكال او بشكل كل حاجه طبعا التكنولوجيا سهلت حاجات كتير قوي، بس اهم حاجه نفسي ان البلد كلها تشتغل عليها هي اتاحه الاماكن والشوارع. اعتقد دي لو اتعملت هنبقى في حته تانية خالص، وان شاء الله انا متفائله ان سياده الرئيس يعمل الحكايه دي ان شاء الله. بالنسبه للدراسه الدنيا بالنسبه يعني هل بتستخدموا برايل والدنيا مفيش مشاكل؟ مفيش، لا للاسف مفيش حاجه ما فيهاش مشاكل، بس هو تشالنج طول الوقت احنا بنواجهها، لان على ما الدكاتره اصلا يدونا الماتيريال بتاعتهم لسه بنحولها بسكاننج وبعد كده نطبعها برايل بعد كده، يعني بتبقى قصه كده، فطبعا بتاخد وقت، فاحنا بنبقى يعني الطالب العادي سابقنا طول الوقت بخطوه، فدي حاجه برده نفسي ان هم يبتدوا يجهزوا كل حاجه، يعني هم بيحاولوا طبعا بس لسه الموضوع يعني محتاج وقت. انت بتغني بقالك قد ايه؟ من لما اتولدت، يعني من لما كبرت كده بقى عندي 5 سنين مثلا، كنت بغني في الحضانه وبعد كده وقفت شويه بقى لحد ما دخلت الجامعه، بدات بقى اغني في ايفنتس تبع الكليه وفي سفارات وكده، ويعني انظروا لإعاقتي بل انظروا لقدراتي، ده شعار المرحلة القادمة إن شاء الله. كنا معاكم في احتفالية نظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، نتمنى تكون حلقتنا عجبتكم على وعد إن شاء الله.